مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. اليوم الاثنين 4 أيار، وبحلقتنا أوتوستراد طبرجة وصولا إلى الكازينو، حدث ولا حرج. أمسية فنية للكوريغراف ألكسندر بوليكوفيتش، آخر إصدارات الكتب مع زميلتنا مريم الحاج، أمسية كلاسيكية لسوبرانو زياد نعمي وغيرها من التقارير. أما ضيفنا لليوم فهو شاكر نون، مؤسس جمعية بلدتي، لنحكي معه أكثر عن بايكاتون. إنما البداية مع أحوال الطقس، وأستاذ محمد كانج معنا باتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير. صباح النور يا كيفك استاذ محمد؟ ماشي الحال الحمد لله. تفضل. بالنسبه للحاله العامه، عندنا طقس ربيعي معتدل ورطب نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط. نعم. طقسنا اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطه ومرتفعه دون تعديل يذكر على درجات الحراره على الساحل. نعم. بينما عندنا انخفاض بشكل بسيط بالداخل وعلى المرتفعات، مع بقاء نسبه الرطوبه مرتفعه وتكون ضباب فوق المرتفعات. نعم. بكرة ببلش يتحسن الطقس ويجلي، بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة. عندنا ارتفاع درجات الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات. أوكي. الأربعاء غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر درجات الحرارة على الساحل، بينما بتستمر بالارتفاع بالداخل وعلى المرتفعات. نعم. اليوم قديش الحرارة؟ درجات الحرارة اليوم على الساحل بين 14 و 24 درجة، فوق الجبال من 9 ل 18، بالأرز من 6 ل 17 درجة، بالمناطق الداخلية من 9 ل 27 درجة. وبكرة لما ترتفع؟ بكرة حتكون بين 10 و 27 بالمناطق الداخلية ل 28 درجة. 3 درجات تقريبا يعني. يعني تقريبا درجتين. بين 28 ل 29 بصير الماكسيموم، والأرز بتطلع درجتين، بتكون بين 7 و 19. عالجبال حتكون بتوصل لل 21، من 9 ل 21 تقريبا 3 درجات. نعم. بالمبدأ ما بقى في أمطار أو مش مبين؟ بالمبدأ ما مبين في أمطار، يعني بدنا ننطر نهاية الأسبوع إذا في تغيير شوي بالطبع. نعم. شكرا لك استاذ محمد، يعطيك العافيه، بنحكيكم بكره. مرحبا بيارات. مرحبا جوال، لك ولكل المشاهدين. شو عنوانات صحف بيروت مع بدايه الاسبوع؟ جوله نبداها. عناوين صحف بيروت منبلشها مع صحيفة النهار. إن مفاجآت مذهلة في معركة القلمون، لا أفق لجلسة تشريعية في العقد الحالي. السفير السعودي ضبط 2 يؤكد وجود مخطط لاغتيالي. جولة جديدة اليوم من الحوار بين المستقبل وحزب الله. محمد السادس والسيسي زارا الرياض وناقشا أزمة اليمن مع الملك سلمان. الجيش الأمريكي يحقق في مقتل 52 مدنيا في غارة، 7 قتلى بينهم 4 تلامذة في قصف لمدرسة في حلب. التحالف العربي نفى إرسال قوات بحر برية إلى عدن. وافتتاحية النهار لليوم بألم نيلة توين حملة عنوان التناقض في حزب الله. درب الجبل اللبناني من الشمال إلى الجنوب. وختاما لوائح جديدة لمرحلين من دول الخليج. إلى عناوين صحيفة السفير، نصر الله عون، تثبيت التفاهمات وصيغة التعيينات، توقيف مفتي داعش وأحد رموز النصرة في الشمال. معركة القلمون، استنفارات وشائعات، أبو سمير الأردني يقود عمليات داعش. الفاتيكان يتبنى توصية بكركي بالانفتاح على المسلمين. الجيش السوري يسيطر على مدعى. أنباء عن إنزال بحري في عدن ينفيه التحالف. وبالختام، وثيقة عربية تفضح تزوير إسرائيل، تل أبيب مقامة على أرض أميرية مؤجرة. بصحيفة الحياة، أبرز العناوين لليوم، أنصار هادي يستعيدون مطار عدن ويسيطرون على مواقع في تعز. التحالف ينفي إنزال قوات برية، ومصر تمدد مهمة للجيش في الخليج والبحر الأحمر. القمة السعودية المغربية تبحث في التطورات الإقليمية. إسطنبول، جهود لتوحيد البندقية الإسلامية السورية. القوات النظامية تشن هجوما لقطع آخر خط إمداد للمعارضة شرق دمشق. احتواء الجهاديين التائبين لا يبدد خطر العائدين إلى فرنسا. إحباط محاولة ثانية لاغتيال السفير السعودي لدى لبنان. ومتابعين مع الحياة، حوار المستقبل حزب الله على وقع حرب القلمون. معارضو أردوغان ينتزعون منه سلاح الإصلاح. وبالختام، تحرك لمقاطعة البضائع الإيرانية بعد صدمة البطيخ المثقوب. قلق شعبي في الكويت من حملة لتسميمها.
بصحيفة المستقبل عون وجعجع يطويان صفحة الماضي قبل 15 أيار. الراعي يدعو لرئيس توافقي و14 أذار تقترب من إنجاز المجلس الوطني. عنوان الصورة اللي عم نشوفها بصحيفة المستقبل لليوم: لا عطلة لقانون السير، وهي طبعا لحملة ضبط المخالفات يلي انطلقت ب 22 الشهر، ومن بين المخالفات مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول، والصورة اللي عم نشوفها فإذا من هالأجواء. قوة يمنية مدربة على قتال الشوارع تدخل عدن. قوات الأسد ترتكب مجزرة بمدرسة في حلب. إيران تسعى لإزاحة العبادي وتشديد الوصاية على العراق. جائزة حرية الصحافة للناشط السوري مازن درويش. ومتابعين مع المستقبل: حزب الله مستمر في الحرب السورية ولو سقط النظام. وبالختام أهالي العسكريين أمل بالأحياء بعد الجثامين. بصحيفة الأنوار أبرز العناوين لليوم: معركة القلمون تقترب من ساعة الصفر، ومسلحو النصرة يهددون بالصواريخ. جنبلاط يبدأ اليوم الإدلاء بشهادة أمام المحكمة الدولية تستمر 4 أيام. عائلة العسكري المخطوف طالب تلتقيه في جرود العرسال. لقاء العاهل السعودي والسيسي، اتفاق على اجتثاث ظاهرة الإرهاب. المقاومة الشعبية تطوق مطار عدن تمهيدا لاقتحامه. ومتابعين مع الأنوار: عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات في بغداد والأنبار. معارك عنيفة في منطقة اللاذقية وغارات بالبراميل على حلب وإدلب. وختاما: الكويت تسعى لرفع تصنيف بورصتها. من صحيفة الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء: إحباط مخطط لاغتيال بهية الحريري وماهر حمود في صيدا. عسيري للواء: سأطلب توضيحات حول هوية الموقوفين بمحاولة استهدافي. وشهادة زلزالية في لهاي اليوم. جريج للواء: آملوا إنهاء الأزمة بين المحطات والكابلات. قمة سلمان السيسي: التعاون العربي بعد عاصفة الحزم. التحالف يدعم مناهضي الحوثي في عدن، وإيران تعترف بالتورط في اليمن. واشنطن: إقامة مناطق عازلة في سوريا له تداعيات كبيرة. النظام يدك حلب بالبراميل المتفجرة ويتقدم بالغوطة. وختاما: الحمرة تحيي مهرجان الربيع. العنوان العريض بصحيفة البلد لليوم: معركة القلمون تتراجع وجنبلاط شاهدا في لهاي اليوم. الجيش يحكم قبضته على الغوطة الشرقية. ضغوطات على البطريرك لحام لتقديم استقالته. الوصفة الطبية الموحدة مع أم على المواطن. وختاما: الصورة اللي عم نشوفها حملت عنوان جس نبض بري. ننتقل هلا الى الصحف الاجنبيه، وبترجمه الى عناوين صحيفه ذا ديلي ستار: نصر الله يدعم عون في التعيينات الامنيه. قوات النظام تعصف بالغوطه. وختاما: بري مع معركه القلمون للقضاء على الارهابيين. ننتقل الى لوريون جور، وبترجمه الى ابرز العناوين لليوم: الانتخابات الرئاسيه مرتبطه بالتعيينات الامنيه. وضمن الملف السوري: خوجة، إمكانية حصول الجيش الحر على صواريخ أرض جو. وبعناوين لوريون جور كمان: بداية عملية برية في اليمن. وبالختام: عاملات المنازل تتحدن في وجه الانتهاكات. بصحيفة الشرق أبرز العناوين ليوم الاثنين: جنبلاط في المحكمة الدولية اليوم ويدعو الدروز للانتفاضة على الأسد. التيار والقوات شرط التشريع عرض مشروعي الانتخاب واستعادة الجنسية. الراعي يدعو الكتل النيابية إلى التوافق على الرئيس. لا إنزال في عدن. وختاما: انهيار مالي بعد العسكري. من صحيفة الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط: المؤتمر الشعبي ينقلب على صالح ويؤيد الشرعية. قوات نخبة يمنية في عدن والمعارك تشتعل قرب المطار. أكبر مستشفيات تعز في مرمى الحوثيين. الأسد يخسر 196 ضابط ويمتص الغضب ببطاقة الشرف. قلق من وصول تصفية رجالات النظام إلى اللبناني ميشيل سماحة. وختاما بالشرق الأوسط: في اليوم العالمي لحرية الصحافة، العراق ينعى أبرز رموزه. ننتقل إلى صحيفة الأخبار: القلمون المسلحون لم ينسحبوا والمعركة لم تبدأ بعد. النقابة حق، عاملات المنازل يتظاهرن في عيد العمال. وختاما: السيسي للسعوديين جاهزون للتدخل والمفاوضات أولا.
وجولتنا بنختمها مثل العادة مع صحيفة الجمهورية يلي عنونت ليوم الاثنين جنبلاط نهارا والحوار ليلا. الراعي لرئيس بقيادة الموارنة، والصورة اللي عم نشوفها هي صورة فأزن لمزار السيدة لبنان بحريصة. وبالعناوين الأخرى تنسيق رئاسي مرتقب بين بكركي وفرنسا. مشروع الطاقة الشمسية يبدأ الإنتاج هذا الشهر، وبيصدر مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل يوم اثنين ملحق خاص بالسيارات. جولتنا على صحف بيروت لليوم وصلت على ختامها. منتوقف هلأ مع فاصل إعلاني، ومن بعده طبعا منتابع أخبار الصباح. ضلكم معنا. رح نبدا اخبارنا الثقافيه والفنيه من جامعه سيدة لويزي وضمن السيني كلاب الخاص فيها يلي بتعرض من خلاله كل نهار تنين فيلم جديد. اليوم فيلم تلياني بعنوان فيفا لا ليبرتا، اخراج روبرتو اندو، تمثيل فاليريا بروني تاديسكي وتوني سيرفيلو. اذا اليوم العرض الساعه 7 بعد الظهر. Forse una persona che ci potrebbe aiutare c'è. Giovanni, suo fratello, è uscito dal manicomio. Lo ritengono innocuo. منتابع ومن الاجواء الموسيقيه رح ننتقل الى جمعيه هارت بيت يلي بتعلن عن لقاء جديد، هالمره بامسيتين رح يحملوا عنوان ذا بيست اوف هارت بيت، واكيد بعد رايعهم لكل الاطفال يلي عندهم مشاكل بالقلب ويلي عم تعنى فيهم الجمعيه. موعدين اذا ب 23 و 24 ايار بالبيال ببيروت. منتابع مع أخبارنا، وبالذكرى 80 لصدور مأساة بنت يفتح وقصيدة فخر الدين، بيدعي مركز التراث اللبناني بالجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت إلى لقاء بعنوان سعيد عقل بين الشخصية والشعرية مع الأديبة إميلي نصر الله والدكتورة هند، أديب وقراءات لسعيد عقل، وبيدير اللقاء مدير المركز الشاعر هنري زغيب. الموعد اليوم 4 شهر الساعة 6 بعد الظهر بمبنى الجامعة الجديد. مترو أو مسرح المدينة بيقدم كريستينا بأمسية بعنوان كريستينا جاتس بيرسونال إن كونسرت برفاقة 9 موسيقيين 4 راقصين ومشاركة التنور اللبناني مارك العيدي بأغنيتين. إذا لقاء موسيقي غنائي راقص نهار الخميس المقبل الساعة 8:30 المساء على مسرح المدينة. Days would last, they went so fast. Tropical, the island breeze, all the nature wide and free. This is where I long to be. La Isla Bonita. كمان بالاجواء الموسيقيه فرقه دي ان بي المؤلفه من 3 موسيقيين يلي بيعزفوا على الدرامز والبيز رح يتشاركوا المسرح مع فرقه فريق الاطرش بامسيه فنيه منوعه نهار الجمعه 8 الشهر الساعه 10 المساء على مسرح مترو المدينه. كل الاخبار من بلادنا بالنهايه طلع قرار ما فادنا ومن بعدك رايح كانه منك شايف فتحوا جبهات على بلادك مثل ما بيروت ما زالت عم تحتفل بالجاز، وبإطار بيروت سبيكس جاز رح يجتمعوا عدد من الموسيقيين مثل وسيم أبو ملهب، تانيا صالح، شادي الناشف، إد عباس، زياد الأحمدية، عيسى غندور، رافي مانداليون وغيرهم بأمسية موسيقية وحدة إنما منوعة. ثلاثة بكرة 5 الشهر الساعة 9 المساء بالميوزيك هول، وبنسمع زياد الأحمدية. Thank you.
الرابع بتدعي رابطة البترون الإنمائية والثقافية لحضور عدد من الندوات والأمسيات الشعرية تحت شعار الولاء للوطن فوق كل اعتبار. أمسية بلشت بأول شهر وتباعا عم نذكركم بأبرز المواعيد. الندوة رح بتصير بثماني الشهر على طريق الفينيقيين مع الدكتور أنطوان الخوري حرب، أما الأمسية الشعرية رح بتصير بتسعة أيار مع عبدالله أبي عبدالله، توني المعلوف، يوسف لواندوس وغناء لجان فياف يونس. الأمسيات بمركز الرابطة ببسبينا بالبترون. نادي لكل الناس وتاء مربوطة بقدموا فرقة اسكندريلا ببيروت نهار التنين اليوم الساعة 8:30 المساء بالمركز الثقافي الروسي بفيردا. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الاخبار الثقافيه والفنيه، رح نرجع نتقل عند بيارات مع احوال الطرقات. جولة منقوم فيها على بعض المناطق اللبنانية لناخد فكرة عن حركة السير لليوم، والبداية عم بتكون من جسر سليم سليم، ومثل عم نشوف حركة سير ناشطة عم تتسجل من جسر سليم سليم إلى أوتوستراد الزلقة، كمان حركة سير ناشطة بس ما في توقف للسيارات بهالأثناء. من أوتوستراد الزلقة إلى صيدا بحركة سير عادية، إلى صيدا عم نشوف مثلث خلدي يلي بعكس باقي المناطق عم بيشهد على ضغط للسير بهالأثناء. الاتصال جهز مع غرفة التحكم المروري. معنا على الخط المؤهل توني المعاون، سوري المعاون توني بشعليني، لناخذ منه كافة التفاصيل عن حركة سير بداية الأسبوع. صباح الخير. صباح النور إليك ولكل المشاهدين. نعم تفضل بتفاصيل حركة السير لليوم. نعم، بالنسبة لحركة المرور ليوم الاثنين بداية الأسبوع منلاحظ ازدحام كثيف للسير خاصة على مداخل العاصمة الثلاثة. نبدأ بجوني حركة صباحية ناشطة بالاتجاهين، دبي نهر الموت والكارنتينا شارل الحلو عن ازدحام للسير. كذلك أوتوستراد المتن السريع عم يشهد حركة كثيفة باتجاه الطريق البحرية. بولفار سن الفيل الإشارات حركة ناشطة باتجاه الصالوم الحايك، أما الحايك جسر الواطي عم يشهد حركة كثيفة. مثلث خالدي عم يشهد ضغط صباحي ليتوزع السير كثيف باتجاه الحد بسبب المدارس تحديدا مفرق بشمون عرمون، وحركه ناشطه باتجاه انفي المطار والاوزاعي الجناح. المدينه الرياضيه ضغط سير باتجاه الكولا وسليم سليم الوسط. اما جسر العدليه وجسر البيجو عم يشهدوا ازدحام للسير باتجاه الاشرفيه. كذلك جسر الفيات العدليه والمتحف بلش الضغط الصباحي بالمحله. بالنسبه للمدخل الجبلي حركه ناشطه. برجع بكرر ندائي للمواطنين السالكين الطريق بين صفر وساحه بحمدون، توخي الحذر بسبب الاشغال بالمحله تمهيدا لتوسيع الطريق واقامه نفق. نعم. بالنسبه للحوادث للاسف كان عدد الحوادث مرتفع لهالليله، العدد 9 حوادث موزعين 4 صدم و3 اصطدام و2 تدهور، نتج عنهم 3 قتلى و12 جريح. حصيله كبيره. نعم. المديريه العامه لقوى الامن الداخلي بتذكر المواطنين الكرام بانها مستمره باجراءاتها من خلال ضبط المخالفات، وبتعلمهم بانه حواجز فحص الكحول مستمره وبشكل خاص خلال فترات السهر ومع عطله نهايه كل اسبوع. وبتطلب منهم الالتزام والتايد بالقانون حفاظا على سلامتهم وسلامه غيرهم. نعم، شكرا لك المعاون توني بشعليني اكيد، وتحيه لك ولكل عناصر غرفه التحكم المروري. بريك تاني ومن بعده تقارير اخبار الصباح المنوعه بتبلش، ضلكم معنا. صباح الخير. حلوها وخلصونا، وإذا ما كبرت ما بتصغر. تلويح دولة الأستاذ بحل المجلس النيابي ما غير بمعادلة الشلل قيد أنملي، فالبلد اعتاد الفراغ والتفريغ. وإذا كنا ناطرين موازنة الدولة من 2005 فموازنة 2015 بتنطر كمان 100 سنة. أما مشاريع ري بيروت وسلسلة الرتب وأنماء كسروان بسبعين مليون دولار فمواضيع ثانوية أمام تشنجات وحرتقات أهل السياسة. وبيقولوا فراغ رئاسي وشلل حكومي وتنويم مجلسي، تخبط وغرق وعناد وأفلاس وسذاجة سياسية. ويقولوا شو ما بيقولوا شو همجوني من هدير البحر. من طبرجة باتجاه كازينو لبنان نقلة ونقلة وميلة، وحركة السير على الأوتوستراد السريع أشبه بسير السلحفات.
المواطنين ببلش نهارهم من طبرجة وبينتهي العصر أمام كازينو لبنان، والحلول نايمة بأدراج مجلس الإنماء والأعمار. الدولة اللبنانية السكرانة بإنجاز قانون السير تناست واجباتها بتأمين البنى التحتية والطرقات، وأنه كل القصة محضر ضبط وغرامي. تقرير للزميلة مي فرحات، من تابعه سوا. يلي بيوقع بجوره يلي انا بتكوني مسرعه وبتتفاجئي بكوع بترجع بجوره. عم راح هيك منحن، ما خبطوا في السيارات. انت السياره بتخبطوا بتكسر كلياتها. في فوقها هي لو ما يكون شوفير شاطر عمل حوادث كتير. اللي بدولابه بينفش ومرقعه ومشقفه كمان. هالوصف ليس لسيارات تلعب بمدينه الملاهي، بل لسيارات اللبنانيين يلي بتمر يوميا على طريق كازينو لبنان. هو وصف لمصيبة تطال كل من يمر على الأوتوستراد الممتد من مفرق بلدة طبرجة وصولا إلى الكازينو. طريق الكازينو لاش في حدا يقدر يمشي عليها، كلها جوار وعم يعملوا حوادث سير، عم تموت العالم عليهم، لازم يزفتوا للطريق وبعد عم بتزيد. وقبل الكازينو بشوية الطريق كمان مفرق طبرجة جدا شي بيقرف. ليش مبينه هي طريق الكازينو؟ ضيقه كثير ومنا شرعيه. انا مش عم بروحش على الكازينو اصلا. نحن مش لبنانيه، معتبريننا هيك مش لبنانيه. انا خليني جو النواب يعملوا لنا، جيبوا بس ما بدنا، بدنا معينه وحده نحن ببان بس هون بالمنطقه. عم نروح لك على الحدث او عم جليت انا اعمل معينه. كل النواب عم تمروا علي مش عم بيشوفوا الطريق؟ كل النواب فيش يعني، اذا نواب منطقتها ما يمكن بعين ما يمر، بس في عندك نواب من طرابلس طيروا على بيروت. ستة كيلومتر سبعة كيلومتر من نقعد ساعتين ثلاثة تنوصل على مفرق الزو بس. هذا وين يعني نحن بكسر وين هوني محرومين مليان جوار وجاي ووساقة، وخاصة هاي الطريق الفرداوية تليلون عنهم وبرقعوا طريقها يعني وين ما كان، مش بس طريق الكازينو. كلام صلح سردي، كلام بيفخد مع الولاد جورة يعني بسقط فيها. ها ليك سيبتيها شو من شهرين رقعوا، إذا مرقعين غير ما تروح ما بعرف. منذ أكثر من 10 سنوات والحال لم يتغير، الطرق نفسها والحفر إلى ازدياد، أوتوستراد مجروش والترقيع مستمر، والهروب من الوقوع من الفخ هو الأهم. وإذا كانت وزارة الأشغال المعنية لا تعر اهتمام لللبنانيين نفسهم وللمصيد يلي بتطالن يوميا، أفلا تعلم أن طريق تستقطب السواح إلى أهم مرفق سياحي بالبلد وهو الكازينو؟ هيدي أهم طريق، هيدي طريق دولية بتنعد يعني رابطة دول ببعضها، وهيك بقى كيف غير طريق فرعية. انت نازل على بيروت وحتى انت جاي من بيروت، بس انه شو حينفع يعني؟ هيدا هي أول مرة تصريحات يعني. الحمد لله بشكلات ما معي في مطار، يمكن أعضار الكازينو بيجيبوهن من الدول التانية بينزلون على المطار بيلعبوا قمار وبيرجعوا بياخدوهم بالطيارة بيفلدولون على بلدهم. في سايح بيستر ينزل على الطريق يعني كل جورة أحد سيارة. أنا طريق عليها كل يوم، هيدي مطفية بالليل ما في إشارات، بالليل معه شوية ضعف نظر ما بيقشع بيعمل حادث دغري. وعاجل سير على طول من دنيا لها للقلب كازينو لبنان. قانون السير الجديد وضع حيز التنفيذ في بلد لا توجد فيه أدنى شروط السلام المرورية، ويقع المواطن يوميا ضحية طرقات قديمة لا زفت عليها لا إنارة ولا من يسأل، لا نواب ولا وزارة أشغال. قانون سير جديد بشو؟ بأي زيح بأي طرقات بهيدي؟ قانون سير جديد بأي؟ ما في اي معطبي، ما بتعرفي وين رايحه وين جايه، بقولها بعد مليار سنه بتتزبط، ما في شيء بيتزبط. شو بدك تعملي معينه وفي جور على الطريق؟
لشو الوزراء والنواب كمان رح يلحقهم كمان بتعمل يلحقهم للشعب المعتر انه يحسنوا طرقات وفي اشياء كثير لازم يعملوه قبل ما يتنفذ القانون. بعدين ريع القانون ما عم بروح لتصليح الطرقات، بروح للجيوب. شفت كيف في موكب جاي على الجامعة الأمريكية تيتحكموا؟ كان قتل العالم وفهمك كفاية. وينو قانون السير؟ كانوا وقفوا. نحن مع قانون السير بس يعطونا لأنه إنارة تنقشع الأوتوستراد ويعطونا الجور. ليش الأوتوستراد بيكون مطفى؟ وشو لكن؟ بضوي بالنهار هو. المفروض يكون الطرقات كلها مضبطة. على أساسها بدني يحسبوا مواطن يحسبوا على أساس هيدا. الشقفة هي كلها كناية عن 200-300 متر بعد ما زبطوها. ليش ما زبطوها ما بعرف. لازم ما تتزبط الطرقات لأنه سترو. وحول هالموضوع بناخذ اتصال من مات جوزيف أزي رئيس بلدية طبرجة وكفر ياسين. صباح الخير مات. صباح النور. كيفك؟ يعطيك العافية. الحمد لله وإلكم القوة ونصبح جميع مشاهدي تلفزيون المستقبل. مات، نحن كنا عم نشوف بالتقرير الأهالي عم بيشتكوا من وضع الطرقات، وصراحة يلي بيقطع بهيدي الطريق بيقدر كمان يعرف المعاناة يلي عم بيعيشوها المواطنين. هي طرقات بالفعل مهملة وبدها كتير من التحسين. صحيح، نحن بنلفت النظر انه عنا وصلة الاوتوستراد وخاصة المسلك الجنوبي اي اوتوستراد طبرجة باتجاه بيروت، في عنا الاوتوستراد فعلا محفر وفي حفر كثيرة، ورجعنا مرارا وتكرارا من وزارة الاشغال ان يقوموا بتصفيته وتعبيده. نعم. وبعدنا ناطرين. ماتر، يعني انتو برأيكم هو المسؤولية بهالموضوع هي مسؤولية وزارة الأشغال؟ صحيح، لأنه صلاحية الأوتوستراد هي صلاحية وزارة الأشغال. نعم. وعلما انه مساحة هيدا الأوتوستراد يعني المراد تعبيده وتأهيله هي تتعدى 500 متر طولة. نعم. رح بتقوموا بأي خطوات تصعيدية للمطالبة بالعمل على تحسين هالطريق؟ نحن بعد عم نراجع وزارة الأشغال العامة والنقل لحديث هلأ، إنه عم يعدونا خير ويمكن هلأ بالميزانية الجديدة لاحظينا هيدي الوصلة. مع العلم إنه بين الأوتوسترادين في مطرح مفتوح كان في عوائق حديدية اللي هي ما بتسمح للسيارات للانزلاق، وهلأ صارت مكشوفة وبتهدد السلام العامة. صحيح. كمان طلبنا من وزارة الأشغال إنه تقوم بسي نطا، وعدونا خير ونطري الموازنة الجديدة شأن شأن غير بلديات. والموازنة نعم تفضل. علما انه كمان في نقطة على قبل مفرق كازينو لبنان في مطرح ما في جدار حامي للأوتوستراد، يعني صار الأوتوستراد بهدد سلامة السائقين، وفعلا صار عدة حوادث وسقط عدة قتلى. مزبوط. وطلبنا نحن كمان بطول 100 متر يحطونا مكعبات من الاسمنت اللي بسموهن هن تكنيكوهن هن نيو جيرسي، مكعبات نيو جيرسي لحماية السائقين والسيارات المرة على الأوتوستراد. خصوصا انه بهذا المطرح اللي عم تذكره حضرتك هونيك في مهوار، يعني صحيح حادث قتولي. صحيح، في مهوار عالي وسقط 3 قتلى بخلال الأربع سنين الماضية، ونحن كنا عم نلح عليهم كل مرة. بس تعرفي حالة البلد، ساعة في وزير ما في مجلس نواب، ساعة في موازنة ما في رئيس جمهورية، ساعة في رئيس جمهورية ما في وزير، وبعدنا عم نجر نحن مع الأمور، وهيدي الأمور تفوق ميزانية بلديتنا. طيب بالحديث عن الموازنة ماتر، هل الموازنة رح تشمل كمان توسيع الأوتوستراد؟ لأنه بنعرف أنه في مشروع حول هالموضوع. يقال نحن سمعنا متنا مثلكم، وأنه يقال في موازنة ل
توسيع مسلك الاوتوستراد، بس الى اي مدى ما عندنا معلومات. بركي بنرتاح شوي من هالعجقه اللي بنعلق فيها خصوصا بالويكند. صحيح، البلد كله بيتنفس لانه نحن الرئه الشماليه، يعني المدخل الشمال كله بيتنفس. صحيح، الشمال كله واهل الشمال بيرتاحوا من هالوصله اللي الكل عم يشكوا منها، اللي هي تقريبا من الزوق او نهر الكلب لحد الكازينو. يلا على امل هلا كمان مع بدايه تطبيق قانون السير الجديد كمان تتحلحل كل الامور. شكرا لك وعلى وقتك. بس بدنا نناشد من خلالكم وخلال هالبرنامج، نحن بنتشكركم سلف انه كمان بنناشد وزاره الاشغال وباسم وزير الاشغال شخصيا بنناشده انه يهتم بهيدي توسيع الاوتوستراد اللي هي لكل اللبنانيين، لأنه العجقة بطلت تحتمل والناس صارت كتير متزمرة ومتشنجة على الآخر. بقى منناشد من خلال برنامجكم معالي وزير الأشغال العامة والنقل أستاذ غازي الزعيتر أنه يهتم لنا بتوسيع الاتصالات ويهتم لنا بالمطلب الخاص تبع بلدية طبرجة فريسين، واليوم قبل بكرة نتمنى ونترجى. نعم، أهلا وسهلا فيك مات، يعطيكم العافية على أمل تحقيق المطالب ونهار سعيد. شكرا كمان. رح منتابع مع تقاريرنا ورح ننتقل هلأ لمترو المدينة، وأمسي للكوريغراف أليكساندر بوليكيفيتش قدم خلاله وصلات من الرقص البلدي الشعبي على أنغام الطبلي ولحن العود، كما وكان للفنانة رنين شعار مشاركة بهالأمسي فقدمت بعض الأغاني الطربية. تقرير من مترو المدينة منتابعه سوا. على إيقاع الطبل ولحن العود قدم الكوريغرافي أليكساندر بوليكيفيتش حفل راقص على مسرح مترو المدينة تحت عنوان بلدي يود، وبيتضمن وصلات مختلفة من الرقص البلدي الشعبي. هالتراث القديم هو جزء من التاريخ الفني عند العرب، وألكساندر عم بعيد إحيائه بصورة جميلة. أنا عميد إحياء ثقافة الكباري، ثقافة الموروثات الشعبية والفن الشعبي، لأنه عم نفقد أول شيء فقدناه بطريقة ما بلبنان كلياً، مصر كمان عم يفقد بشكل مهول. سو بعتقد يعني الناس اشتاقت تشوف فن تراثي شعبي. الصورة النمطية عن الرأس البلدي بتتضمن مشهدية معينة، فهز الخصر غالبا محصور للنساء والعزف على الطبل والعود فقط للرجال، إنما ببلدي يواد كانت الصورة معكوسة. أكيد مع في ناس كتير ما رافض الفكرة كليا، يعني إنه رجل يرقص هيدي ما بحبوا هيك شيء. بعتقد الفن منه حكر على جسد أنثى أو غير، ولا حكر على مكان ما، فيكون على المسرح فيكون بالشارع فيكون وين مكان، وإذا أنت صادقة بعطائك هيدا الأهم. عم نفقد العنصر التقليدي أو البلدي أو هول العروض اللي كانت تصير، الأفراح اللي نشوفها كنا بالأفلام، فهاي واحدة من أهميات العرض انه عم بيرجع يعيد هيدا النوع الفن على المسرح، على خشبة المسرح. قوي يا معلمة. الناس اللي بتحب الفن ومثقفة وبتسمع الفن الحلو اكيد مش الكوميرشال اكيد حتحب هيدا الشيء.
مثل ما أليكس عم يرقص وهذا الشيء مش حكر على النساء بس، عم بعزف على العود وهذا الشيء مش حكر على الرجال بس، فهي آلة بنقدر أنا أطلع عليها مثل ما أي موسيقي بيقدر يتعلم ويتمرس فيها. بالصوت والجسد تكون مشهدية فنية مميزة على مسرح مترو المدينة، حيث رافق ألكسندر الفنان رنين الشعار بوصلات غنائية طربية أضافت على السهرة متعة ورقي. بهيك شو بتروح التترات العناوين انه رجل وامراه، لانه الفنان بالاخير اللي بيعبر عن نفسه بينسى هو شو، فبيعبر بداخله بتجرد. ليكي هو تراث، وزياده انه رنين الشعار بنته لعبد الكريم زياده يعني عطتنا تشجيع بصوتها الحلو. اذا ما بتجيب شيء بتجيب الفرح ببلد كله حزن. ده فن قديم ولازم يضلوا مكمل، يعني ما لازم انه يوقف، فحلو ان يكون في حدا عطول الملاحق الاشياء ومعيشها. كرأس بلدي كان قديما كان احسن، انه هلا صاروا عم يحيوه. حلو يرجع الرأس عنده مركز اكتر يبين وبوضوح اكتر ويصير مشهور اكتر، يعني بالنتيجة هيدا الشيء خاصه بالفلوركور تبعنا او بعاداتنا وبتقاليدنا، يعني ما يبقى بس بالبيوت او بالنايت كلابس، يعني عم بيطلع مستواه شوي. نتابع حلقتنا مع السؤال اليومي، شو رأيك بالخطة الأمنية؟ هيدا كان السؤال وخلونا نتابع الأجوبة بهالتقرير. هيدا السؤال كتير منيح. أول شيء بيستفيدنا معطر مثلنا طبعا، تحمي الدولة، خليك معي في احترام قانون، احترام نظام بلد. نحن محلى برا على سوريا وفوق على الطريق تنزل يمشي بتوري تاكسي، طب ليش شو فوضى؟ نحكي صراحة، أنا بسأل سؤال، ليش نحن نروح على سوريا نوقف على الحدود ناخذ تاكسي هنا بتاكسي هون؟ طب ليه؟ معك قال لك لامتي وقال لي لامتي ولام كل العالم، هون ضايع الحق صراحة يعني. لا ما بتمشي. شو هي؟ لازم تمشي، يا عمي في مثل الرواق؟ لا. خلص. إن شاء الله إنه بتمشي، مش هيك؟ نرتاح، ربنا بيقول السلام لإسمه، حبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، ليك هالكلام. مش مدعوم شو ما حدا بيساعده؟ الله بيساعد. الله بالسماء. كلكم ذوق. معقولة؟ معقولة لا، بدنا نعرف هلا هون اللي بده ينفذ الخطة على ناس وناس. قال مثلي ومثلك اللي بدها تمشي عليه، هاو هن وهي وديك ما راح يمشي الحال، وديك له واسطة، نحن ما لنا واسطة، حط الأقشاط شيل أقشاط سيارة مفيمة يلا معي، ما لنا حدا لحتى نفيم، ما عندي حدا. طيب ميرسي لك. الخطة الأمنية كويسة ونحن معها يعني، هلا لازم تمشي، لازم القانون يكون فوق كل الناس. بس نوابنا وزرائنا للأسف بيخروه ابن الوزير وابن النائب وابن ما بقى المسؤول، لأنه بلد يعني هيك لبنان له تركيبة خاصة يعني بهذا الموضوع. إن شاء الله إن شاء الله لازم تمشي. هلأ أنا برأيي لازم يكون كل الشعب اللبناني تحت القانون، تحت سقف القانون، لأنه بالتالي إذا ما كان في قانون بهاي البلد ما نروح على الفوضى. هلا ما هو قصة حالم يعني، مفروض الدولة تطبق هذا القانون بالتعاون مع البلديات، مع الأمن الداخلي، مع الأمن العام، وإلى يعني مع الأجهزة الأمنية كلها. على فكرة أنا من اللي بقع من أرسال بالتحديد، لا ليش بدي أزعل إذا في قانون وأنا مخالف؟ مفروض ما أزعل. حسب الدولة، إذا الدولة بدها تمشي ومتفقين بتمشي. والله أنا سوري ما بعرف. لا على الحواجز ايه بيطلبوا، لا هذا حقه وحقنا يعني، ما بالعكس بفرح الحمد لله والله.
ان شاء الله تمشي على الكل. اذا يعني صار في امكانيه والدوله على كل الناس تمشي القانون، ليش لا؟ بس مش على شيء واحد مثلا يكون شاري معه 500 دولار رايح شاري فيها موسيقى يجوا يشلحوا اياها، ما على شيء ما بيعطوه انذار اول شيء. هلا ما بيقولوا له اذا بتريد، بس في ناس بيقولوا له اذا بتريد، وناس ما بيقولوا له اذا بتريد، ناس بيكسروها وبياخذوه هو والموسيقى، وناس ما بيقدروا يشلحوا الموسيقى. مزبوط. انا حضرت على التلفزيونات بس لقيت الحمد لله ماشي الحال. والله اليوم اللي شفته انا كل الناس وحتى اوجيهم كيف بدي اقول لك يعني قدعاء جديين بينعرف منظر الواحد انه جدي ولا لا. ان شاء الله يكونوا ريسبكت مع كل الناس ويتعاملوا مع كل الناس يعني مثل بعضها، ما يكون في ناس بسمنه وناس بزيت. ان شاء الله يكون هذا الوضع يضلوا هيك الوضع للرش. انا معلم رش برش ادوي للحشرات. اليوم رشيت بيتين الحمد لله. ان شاء الله لابد ما نتفائل بالخير، بدنا تمشي على الكل بس بدنا نطول بيننا شوي. هلا ماشي على الكل يعني، بس في ناس تمشي عليهم ما بتمشي، لا وعلى العالم العادي بتمشي يعني. هلا اللي يبقوا هاو مدعومين ما شفنا شيء بعد منها، ما وصلت لنا بعد. الفقير مزبوط، الفقراء عم الاوادم تمشي، الزهران لا. عمين بتمشي؟ بتمشي على الاوادم بهالبلد وبس. لازم تمشي على كل مواطن لبناني، على كل مواطن، ما في كبير وصغير، كلنا مثل بعضنا. فعليا على الاوادم، لا على المناطق كلها، بس ما في اوادم بالمناطق كلها، مش بس بالشرقيه ولا بالغربيه، في اوادم بالمناطق كلها. بالضاحي مبلشين ان شاء الله كمان الضاحي تمتثل مثل مناطق غيرها، لا الاوانين ولا النظام ولا اللي بنحبه نحن بهالبلد. بس حاجه يمثلوا علينا، هذا كله تمثيل. اي امنيه يعني ان شاء الله، يعني هي كانت صعبه بالاول، ما بعرف اذا هلا بيمشي الحال. امنيه شو؟ وفي امن؟ ما في حدا، لا امان ولا ما في حدا. لا 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 ما بعرف والله، ما تساليني هيك اشياء بالسياسه. انا حامد بشعل من 1005. انه اذا بتمشي خطه الامنيه او ما بتمشي بتعرفي، ربك اللي بيعرف، لا انا بعرف ولا انت ولا اي انسان حياتي. يلا باي حبيبي. لا لازم تمشي على الكل. ايه ما مزبوط غيره. ايه شو لك، اذا بحبوا لبنان لازم تمشي على كل العالم، تمشي على الكل. لحية حطوا على التلفزيون اليوم مشيت، كل شيء منيح وكل شيء مرحبين فيه كلهم، للجيش والامن الداخلي وكلهم، والله يخليهم يا رب ويحميهم كلهم. هيدا التلفزيون شو من فقرة السؤال اليومي إلى لقطة اليوم. خلينا نشوف أي لقطة اخترنا من بين اللقطات اللي عم بيتم تداولها على السوشيال ميديا. فيكن تشاركونا كمان لقطاتكم على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك أخبار الصباح. لقطة بريك ومنرجع. Thank you.
صباح الخير مريم. صباح النور. كيفك التنين؟ تمام كتير منيحة، نشاط وحيوية وإن شاء الله بمد النشاط على كل الأسبوع. بمد يلا شو عنا اليوم؟ اليوم عن هتلر، لأنه ب 30 نيسان 1945 بيصادف مرور 70 عام على انتحار هتلر، وهالانتحار وضع نهاية لكابوس دام 12 سنة على الألمان وأوروبا والعالم، وكانت الأسابيع يلي سبقت موت الفهرر من الإرهاب كانت هالأسابيع أو هالسنوات مليئة بالإرهاب والعنف، وكانت الأرهب والأعنف طوال فترة الحرب. 30,000 ضحية يوميا، إن كان من الجنود على الجبهات أو من السكان المدنيين. هالإجرام كله كان مسؤول عنه شخص واحد، قائد الرايخ الثالث هتلر. من بين الآلاف من الكتب يلي صدرت عن الحرب العالمية الثانية وعن هتلر، أضيف مؤخرا كتاب جديد ضخم ومهم جدا للكاتب الفرنسي جان لوبيز، مدير مجلة حروب وتاريخ، والكتاب حمل عنوان لسان ديرنيير جور ديتلر، أو المئة يوم الأخيرة لهتلر. وبهالكتاب بيرصد لوبيز آخر 100 يوم من حياة هتلر بتفاصيلها السياسية والشخصية والإيديولوجية والعسكرية، تدهور حالة هتلر النفسية والجسدية، نوباته الهستيرية، وإصراره رغم حالته السيئة على مواصلة الحرب حتى آخر نفس. الانفصام بشخصية هتلر يلي خلاه يرفض الاعتراف بهزيمته حتى آخر لحظة، إذن هو كلهم بيرصدن الكاتب بها الكتاب، وكل هالتدهور النفسي والفكري والجسدي والإنساني صوروا لوبيز مع أدق التفاصيل. والكتاب مش بس ركز على حالة هتلر فقط، ولكن رصد كل ما كان يدور حوله من التنافس بين القادة النازيين وطبيعة عشق إيفا براون لهتلر وتطويع الأولاد الصغار السن بمعارك الساعات الأخيرة للريخ. لسان ديرني جور ديتلر كتاب مهم جدا، غني بالصور النادرة والغير منشورة سابقا، والكتاب صدر عن دار بيرين الفرنسية، مؤلف من 277 صفحة، دقيق هالكتاب بتفاصيله، كأنه الكاتب كان موجود مع هتلر بأيامه الأخيرة وبحصنه تحت الأرض. جان لوبيز هو كاتب خبير بالحرب العالمية الثانية، جمع كل معلوماته من شهادات من ناس كانوا مقربين من هتلر بتلك الفترة، مرافقه وحارسه الشخصي وما إلى هنالك، حتى للي بيعتبروا أنهم بيعرفوا كل شيء عن تلك الفترة وعن هتلر رح يتفاجأوا بهالكتاب بالترتيب الزمني للأحداث وبالغنى بالتوثيق وبالصور النادرة. نعم. مريم، ليش اختار الكاتب انه يرصد بالتحديد اخر 100 يوم من حياة هتلر؟ نعم، كانت هو جان لوبيز رصد اخر 100 يوم من حياة هتلر بالتحديد ابتداء من 15 كانون الثاني 1945 حتى 30 نيسان من العام نفسه، اي تاريخ انتحار هتلر. ليش رصد بس اخر 100 يوم وليش بدا بتاريخ 5 كانون الثاني؟ لانه هيدا الوقت يلي رجع فيه هتلر الى برلين وما عاد خرج ابدا منه. بهالمرحله حصل تبدل مخيف بحاله الفهرور الصحيه، خاصه مع بدايه شهر اذار لما اختبأ بأبو تحت الأرض. إذن اختار الكاتب هالفترة بالتحديد لأنه هي الفترة يلي بدأ فيها الانهيار التدريجي بحالة هتلر الجسدية والمعنوية، وهو كان هدفه من خلال هالكتاب رصد هالانهيار يوما بعد يوم. طيب شو كان مريم الهدف من وراء رصد الايام الاخيره لهتلر؟ هل هو تحليل نفسي؟ ومنعرف انه هتلر من اكثر شخصيات اجراما، يعني جوال هو تفاصيل حياة الفهرر اليومية خلال 100 يوم رصدهم الكاتب يوم بيوم وساعة بساعة، مش ليحاول يفهم هتلر من الداخل، ولكن ليحاول يفهم نتائج وتأثير قرارات وأعمال هتلر على الخارج وعلى الأشخاص المحيطين فيه، الجنود على الجبهات، الشعب الألماني اللي استرسل هتلر بتدميره حتى آخر لحظة من حياته، مع أنه كان منهك جسديا، ما كان بطل يقشع بالآخر كتير منيح، توقف عن الكتابة وتوقف عن المشي، لكن ذهنه المريض
بقي حاضر وبقي يصدر أوامره الإجرامية حتى آخر لحظة من حياته. نعم. شكرا لك مريم على هالكتاب، ونحن أكيد بانتظارك نهار الأربعاء مع رواية عربية جديدة. شكرا. نحن رح نتابع حلقتنا ومرحب بضيفنا لليوم شاكر نون مؤسس جمعية بلدتي. مجهور. صباح الخير شاكر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا ببداية هالأسبوع. يعني عم نحكي نشاط رياضي بيئي، منيح مبلشين التنين بهيك أجواء. هو أكثر نشاط عملاني، لأنه اليوم نحن وجايين، كل بفتكر كل مواطن عم يفوت على بيروت 400 ألف سيارة عم يفوتوا على بيروت كل يوم. عدد السيارات يلي موجودة ببيروت، وإذا بنعمل احتساب لنحن طرقاتنا ما فينا نوسعها بقى، هيدي هي عم نوسع متر من هون متر من هون، تشبه شوي اللي عم ينصح بصير يفك السنتور شوي 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 شوي، بس آخر شيء ما بقى في سنتور يساعه، رح نوصل للديد لاين. هلا الحل إنه طرقاتنا كل متر مربع كيف بنعرف نستعملهم؟ إذا بنقارن 50 شخص لما بيكونوا بباص شو بياخذوا مطرح، لما بيكونوا ماشيين شو بياخذوا مطرح، على البسكليت شو بياخذوا مطرح، وكل واحد بسيارته شو بياخذ مطرح، وبسيارته تقريبا نحن عندنا 15 متر مربع عم يستهلكهم شخص واحد، بينما هو العدل انه يكون كل شخص عم بياخذ متر مربع. هيدا الشغل يلي بدنا نعمله بالبايكاتون، مشان هيك قلنا تعالوا ندرجها. طيب خلينا فاذا نعطي شويه تفاصيل. نهار الاحد 10 الشهر احنا على موعد مع بايكاتون، مش اول مره بتصير، ما هي هيدي لثالث مره ببيروت، وهيدي لثاني مره بتصير بالمناطق. عندنا بايكاتون جزين وعم نبرم بالمناطق بالبايكاتون. اكيد المشكله الكبيره هي ببيروت، بس نحن عم نقول المناطق يلي بعدها مرتاحه نسبيا، يعني الضياع والمناطق ينتبهوا شو نطرق. من اليوم فيهم يبلشوا يخططوا طرقاتهم، يحطوا البايك لينز ويشجعوا العالم لا تشتري بسكليتات. يعني الهدف الاول شادي هو انه شاكر سوري هو انه نعود العالم اول شيء انه يستعملوا مساحات اقل من الطريق، ثاني شيء بيئيا انظف واريح ونعيش ببيئه غير هيك. نحن بنعتبر البسكليت بمنطقنا بالكالتشر تبعولنا بلبنان انه هي لاكشري، هي سبور، بينما بالعالم كله بيوروب هي يوتيليتي. كل بيت كل شخص عنده سيارة. بهولند مثلا في 5 ملايين بسكليت موجودين، غير يعني يعتمدوها كوسيلة تنقل يعني. بالصين بالهند هي أبسط وسيلة يلي هي للفقير للغني. ما بتكلف وبالعكس بتحرق فات وبتوفر المصريات بالبدلة. بس قديش عنا أو قديش منقدر تقدر الطرقات اللبنانية تستوعب بنى تحتية أو البايك لينز يعني للدراجات الهوائية؟ البايك لين هي البايك هي أبسط وسيلة نقل، ما بتطلب شيء من العالم. يعني على طريق عادية فيك تستعمليها، هي بدنا سيفتي، وهون دور البلديات، وهيدي مشكور بلدية بيروت ورعاية محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب يلي وعي لهيدا الموضوع، وبدنا ناخد سلسلة إجراءات. هلا الناس أوقات بتقول لما الباركينج بيغلى بالداون تاون، طبيعي لانه متر الارض بالداون تاون حقه سعره عم بيدفعوك، فاذا انت من مال بلش فكر بوسيله ثانيه، ما تستعمل هالباركينج، ما حدا جبرك تستعمله، ما تستعمل الطريق، ما تدفع ميكانيك وانشورنس وتكاليف على سياره. البسكليت بدها تجهيزات كثير اقل من يلي بتتطلب السيارات، بلس انه نحن روتين حياتنا صار بنروح بنعمل على الجيم تنحرق ونعمل، بينما هيدي وسيله كل يوم بنستعملها، يعني بنعمل سبور نحن ورايحين على شغلنا، ما بنعلق بعجقه السير ونوفر على البيئه، بنتسلى وبنجهز مطرح ما طالع بالنا، بنوقف بنتفرج بنعمل، بينما بالسياره بنروح وبنجي اوقات في طريق ما بنعرف شو مرقنا من حدا او شو. بتفكروا تعملوا مبادره مثلا مثل المبادره الموجوده بباريس الفيليب يلي هي مثل بسكليت عموميه على الجميع، بندفع يمكن للاشخاص اللي مش قادرين يشتروا بسكليت، يعني بسكليت بيستعملها الكل، بندفع عليها بس قديش بدنا نستعملها، وفي مواقف بتكون مأمنة. خلينا نقول شو دورنا، يعني إذا كل واحد بيلعب دوره، نحن الطرقات والمسؤولية العالم على الطرقات هي مسؤولية البلديات والدولة ووزارة الأشغال. نحن كأن جي أوز يعني بدي أقول بلدتي وشركاء، يعني تطرحوا مشاريع. نحن الفكرة إنه نشتغل على الكالتشر على الأويرنس وندفش صوب البلديات تاخذ هالقرارات يلي هي جذريه وما كثير بتبسط عالم. بتعرف التجار اليوم مع احترامي لهم بدهم السياره توصل قدام الباب، مع انه عم نوصل انه في الاسواق التقليديه مارلياس الحمراء الزلقه عم بتموت، هيدي على حساب المول. ليه؟ لانه انا ما في اخذ اولادي وانزل اتمشى بالزلقه واتعرض للسيارات، بينما لو بنعملها بيداستريون وبنسكرها رح تشوف الاقبال اكثر، ونحن بنمسك ببلدان العالم ما بنروح على داون تاون وبنتمشى بنعمل شوبينج نحن وماشيين وما في سياره. فإذا ما بقى فينا ناخذ هاللكشري هيدي انه بدنا سياره لكل شخص بلبنان. طيب شاكر، فإذا اي متى رح
أي ما وين أي ساعة وين رح الأحد 10 الشهر بدي شدد جدا نحن منا تجار بسكليتات ولا رح نأمن بسكليتات لنعود العالم من اليوم فيك تنزل تشتري البسكليت تبعولك تضبها بالبيت أو تدبر من صاحبك أو تستأجرها بس منفضل أنه يشتروها نحن رح نتكفل بتسكير الطريق نحن ومشكورين الأمن الداخلي وشرطة بيروت رح نعمل شو معنا عنا باند عنا سكول باص ماشي معنا براندد الان جي اوز المشاركين معنا في محطات وهيدا من وين رح تنطلقوا وهيدا المميز يلي رح نعمله رح ننطلق من امام بلديه بيروت هيدي اول محطه ثاني محطه رح تكون على المناره مع منتدى الحوار والثقافه بعدين سايكل فور بيس بعدين رح نكمل على سكنت الحلو رح يكون عندنا محطه مع اليازا واللسب لننور على موضوع السيفتي نرجع نكمل على المتحف مع وعدتنا خلاصنا فرح العطاء ومحاربون من أجل السلام نرجع نكمل على نهر بيروت مطرح ما مشروع الفوتوفولتايك هلأ إنتاج الطاقة صح. ومركز توفير الطاقة رح يحكينا عن هالطرق جديدة للطاقة البديلة وبعدين رح نكمل على البور بالبور رح يلاقونا جمعيات بيئية سيدر انفيرمنتال مشكورين ليوعوا على موضوع زيرو ويست فإذا هالمشوار معبر مش بس مشوار بيئي ورياضي يعني ثقافة بيئي ديني من كل شيء يعني. والشراكة أنا بدي أقول أنه أعطينا مثل كجمعيات مدنية بشراكة مميزة هالجمعيات يلي هي ناشطة ورائعة بمجالاتها اليوم عم تتكتل حب قضية واحدة وبكرة نحن رح نمشي معهم بقضية بتعنيه طيب أنتوا الهدف أنه تتحول المدينة من حاوية لسيارات إلى حاوية لدرجات هوائية صح. أي بلديات أسرع أنه يصير فيها هالمشروع بلدية بيروت هي الأقوى لأنه عندها الإمكانيات المالية عندها إدراني تاخد القرار والناس ببيروت سهلة لأنه بيروت بدي أقول لك أنه دانيفلي يعني أعلى فرق صح. بين أوطى نقطة وأعلى نقطة 150 متر يعني بين الأشرفية وبين المنارة ماشي. ما فيها المشكلة نحن بنروح على بلدان بيبقى فيه جبال وطلوع ونلاقي العالم كمان على البسكليت بس وعلى منيح إذا هيك نبلش التسجيل مجانا على أي ويب سايت تسجيل مجانا على بلدتي.com بس يفتحوا بلدتي.com رح يشوفوا البوستر كليك اون وأي ساعة جوين ضروري يتسجلوا على الايفنت لانه الانشورنس مغطيت لنا بس الناس يلي هن مسجلين. على الليست يعني السبت نحن رح نسلم لائحه المسجلين وللانشورنس هودي بيكونوا مغطيين تماما طيب واي ساعه بتنطلقوا الساعه 7:30 رح نكون بلش نتجمع قدام بلدية بيروت رح يتسكر الشارع على فتره ساعتين ورح ننطلق منه سبق على رواق يلي منه كتير متمرس بتعرف الناس بتركب بسكليت بس اوقات بين 2000 شخص بيضيعوا نحن بنتمنى انه منا مدرسه ما فينا ننطر كل الناس هو كونفوا رح يكون مسكر من قدام ومن ورا ورح يكون ماشي مع بعضه ما فينا كتير نتاخر باصات والجمعيات يلي مشاركه رح تكون مسكره الطريق من ورا وتاخذ الناس المتاخرين بقى ما يزعلوا اذا جبرناهم اذا تاخروا يطلعوا بالبصير ما في خيار ثاني لنضل منظمين نشاط رياضي وروح رياضيه كمان جيت على البسكليت اليوم وديسيبلين اليوم بصف انا بجامعه بفرن الشباك وكمل على البسكليت جينا على البسكليت يعني هلا رح نرجع على البسكليت يلا شاكر نور مؤسس جمعيه بلدتي بنتمنى لكم توفيق بهالمشوار كثير حلو يعطيكم العافيه الهدف كثير انساني وبيئي بامتياز على امل يتحقق مرسي لكم مرسي لدعمكم اهلا وسهلا ناطرينكم على البسكليت انا 7:30 كثير مبكرين طيب اوكي رح ناخر للعشرة بس عنا حلقه لا رح نكون هون نحن رح نتوقف مع بريك بنرجع نتابع اخبار صباح من بعده بدنا بيروت خضراء بلا سيارات حملوا دراجاتكم ولاقونا تعالوا ندرجها ببيروت يلا نكرجها تعالوا ندرجها بايكاثون بلدة بيروت 2015 الأحد 10 أيار برعاية محافظ بيروت وإشراف الاتحاد اللبناني للدراجات تسجيل مجانا على بلدتي.com بايكاثون.us تعالوا ندرجها مع بلدتي.com وحلتنا لليوم رح نختمها مع التقرير الرياضي يلي من خلاله اكيد رح نطلع على كل النتائج اللي تسجلت محليا وعالميا لهون بنكون وصلنا لختام الحلقه بنتمنى لكم نهار تنين حلو اسبوع موفق وبكره اكيد حلقه جديده من اخبار 7:30 باي, باي.
فلويد مايويذر أصبح البطل العالمي من غير منازع بعد فوزه على الفلبيني ماني باكياو صباح الأحد في قاعة MGM في لاس فيغاس أمام عشرات الألاف من محبي الملاكمة، كلهم من نجوم هوليوود والغناء ومشاهير العالم بصفة عامة نظرا للمبالغ الفاحشة لتذاكر النزال. مايويذر رفع رصيده إلى 48 نزال دون هزيمة ليأكد للعالم بأنه الأفضل بين ملاكمي جيله، وإن كان هو يرى بأنه الأفضل على الإطلاق. باكياو حاول في النزال توجيه اللكمات بسرعة لوضع منافسه تحت الضغط، لكن موني مايويذر اتبع خطة دفاعية ممتازة وكان كل مرة يرد بخاطفة بيمنيه المعهودة وفاز بغالبية الجولات 12. مايويذر سيحصل على الأقل على مبلغ 180 مليون دولار من النزال. باكياو صرح بعد النزال بأنه كان يعتقد بأنه الفائز لأنه وجه لكمات أكثر، لكن الحقيقة أنه النزال لم يرقى إلى المستوى الفني الذي يليق بكل هذه البهرجة التي صنعته إعلامياً. وصل إلى بيروت السبت المدرب الجديد لمنتخب لبنان المونتينيغري ميدوراج رادولوفيتش، واللي سيشرف على منتخب الأرز في التصفيات المشتركة لكأس آسيا الإمارات 2019 وكأس العالم روسيا 2018. وكان في استقبال رادولوفيتش في مطار رفيق الحريري الأمين العام لاتحاد كرة القدم جهاد الشحف ومدير منتخب لبنان فؤاد بهلوان. وسيعقد الاتحاد اللبناني اجتماع مع رادولوفيتش تنين لتوقيع العقد رسميا وانطلاق مسيرته مع المنتخب بأقرب وقت ممكن. وكان رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر كشف عن إنجاز الاتفاق مع المدرب المونتينيغري لقيادة منتخب لبنان وتوقيع مسودة العقد معه قبل أيام.